30 سبتمبر نظرا لارتفاع حوادث المرور خاصة بهذه الفئة. سطرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأبواقي حملة تحسيسية لهذه الفئة هذا اليوم، تهدف لتحسيس سائقي الدراجات النارية حول ظروف إلى أهمية لعدد من العوامل التي تعد من بين أبرز الأسباب المؤدية لوقوع حوادث المرور والمتمثلة خاصة في السرعة المفرطة وأهمية اعتداء الحدى ودورها في الحفاظ على حياتهم.